اللي اقول لي يا اخ يا اخ عايز اروح الامازيغ اروحها منين؟ قول انا مش مغربي وشريف، انا امازيغي وعبيط. امشي مش قادر هنا انا، امشي. قال امازيغ عبيط. بقول لك ايه يا كابتن، عايز اروح الامازيغ اروحها منين؟ يا كابتن يا كابتن يا كابتن انا مش مغربي شريف، انا يا كابتن كابتن عايز اروح الامازيغ اروح عنك. انت عبيط انت عبيط انت عبيط. البحبح علي ابني وداني أعزائي المشاهدين متابعين قناة البحث عارف كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، بما إن رشيد حمامي فاضي وكاتب عقد مع الشركة اللي بيعمل معاها الطعن في الإسلام ومطلوب منه كل يوم حلقة اهبط في أي حاجة، فالمرة دي خرج علينا بهبدة جديدة، فمش لاقي حاجة يتكلم عليها، قال أعمل دي إن إيه وأشوف أنا أصل إيه، حلال ولا حرام؟ عربي ولا أمازيغي؟ وراح تعب نفسه ودخل موقع ودفع تقريبا 100 دولار وخدوا عينة من لعابه وبعتوا له التقرير. مع إنه لو تعب نفسه شوية كده واتضغط على بوم وحبتين هيقولوا له الحقيقة إن هما لقوه في كيسة سودا في مقلب زبالة. بداية يا أخت رشيد أحب أقول لك لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى. صحيح ده أنت ما بتؤمنش بيه. تعالوا نبدأ مع رشيد وهو بيحكي لنا قصة مماته وفي الآخر عايز يوصل للطعن في الإسلام. تعالوا نشوف هيجيبها ازاي. الوالد والوالدة فهموني على مدى عمري اني عربي قح. الوالد من منطقة تسمى رحامنة في المغرب، رحماني ويقول بانه شريف وانه عربي، ويقول بانه شريف وانه عربي، هكذا قال له والده، هكذا قال جده، هكذا من جيل الى جيل. ابوه اقنعوه ان هو عربي قح 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 عربي قح، فهو صدق ان هو عربي قح 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 عربي قح. لما كبر واتنصر حب ان هو يبقى امازيغي كح 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 امازيغي قح. تعالوا نشوف هيكح ازاي. الوالدة ايضا من منطقة دكالة وقالت بانها عربية وهكذا من ابيها عن جدها عن جد جدها وهكذا من جيل الى جيل تناقلوا انهم عرب. طب وايه المشكلة يا اخ رشيد؟ ما هي الروايات بتتنقل مع روايات، فانت زعلان ليه انك انت عربي ولا امازيغي؟ يا عم الحاج ده بيلف ويدور عشان يتبرأ من المغرب اللي اتبرأوا منه، واي حد يجيب سيرته اهل المغرب كلهم يتبرأوا منه، فهو عملها لعبة غبية كده عشان يقول انا افتخر انني امازيغي. انا ساعلن عن مفاجأة الدي ان اي، دي ان اي تيست. وطبعا انا اخترت الارخص الارخص. معفن طول عمرك، حتى في الدي ان اي بتسترخص، مش يمكن ينصبوا عليك ويقولوا لك انك صيني. وقمت بارسال يعني تحط لعابك في كيت، يبعثون يعني صندوق صغير او علبه صغيره وتضع فيها لعاب وتبعته وتنتظر اسابيع. و 94% امازيغي، سعيد وفخور اني امازيغي. طب انا احب ابشرك يا اخ ربيع ان المؤرخون والباحثون بيقولوا ان الامازيغ من اصول مشرقيه عربيه، يعني تلف من كده تلف من كده. العار صايبنا صايبنا عشان انت عربي عربي قح. أحاديث أخرى تظهر أن محمدا ليس نبيا من عند الله، وأن أقواله تظهر أنه مجرد نبي كاذب ينضاف إلى قائمة الأنبياء الكذبة الذين حفل تاريخهم. الدنيا سجعت فغيرت هدومي. الأخ رشيد كفتة لقى حديث يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كاذب وينضم لقائمة الأنبياء الكذبة، ده فين الحديث ده يا أخ ربيع؟ لقد وضع لنا الكتاب المقدس مقياسا سهلا نميز به النبي الكاذب من النبي الصادق. الكتاب المقدس، لا تعال هاتوا تعال يا حبيبي هاتوا يا حبيبي. كيف نعرف النبي الكذاب؟ يقول الكتاب المقدس: وإن قلت في قلبك كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب، يعني كلام كاذب، فما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصر فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب، بل بطغيان تكلم به النبي فلا تخف منه. هذا في سفر التثنية 18 وآية 21 و22، يعني بكل بساطة افحصوا الكلام، لو كان كذب لم يكن حقيقة ولم يصر لم يتحقق لا وجود له، مثل حديث الوزغ كان كذب اختراع قصص وذكر أشياء وهمية، فاعرفوا أن هذا نبي كاذب لا يذكر حقائق ولا يتكلم بأمور من الأخ رشيد كفتة بيقول هو لقى آية 21 و22، ركزوا 21 و22 من سفر التثنية
آية تدل بتعرفك النبي الصادق من نبي الكاذب. وإن قلت في قلبك كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب مما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصر، فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب بل بطغيان تكلم به النبي، فلا تخف منه. سفر التثنية العدد 18 الآية 21 و22. ما هو بص يا أخ رشيد، أنت واحد قعدت في الإسلام بتاع 25 ولا 30 سنة وما فهمتش حاجة في القرآن، فاتنصرت لك بتاع 3 4 20 سنة برضه ما فهمتش حاجة في الإنجيل. يا مدلس يا كذاب، ليه ما جبتش الآية رقم 20؟ تعالوا نشوفها مع بعض. وأما النبي الذي يطغي فيتكلم باسمي كلاما لم أوصيه أن يتكلم به، أو الذي يتكلم باسم آلهة أخرى، فيموت ذلك النبي. فيموت ذلك النبي. أو يا إما أنت ما جبتش الآية دي ومتعمد تكذب على الناس، أو إنك ما بتفهمش فعشان كده ما خدتش بالك. يعني هل النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما قال الأحاديث والآيات القرآنية إن هي من عند الرب مات في ساعتها ولا تم الدين؟ يا واد اتعلم يا ولد، يا واد اتعلم يا ولد، أنا عايزك تخش الملكوت فاهم، ما تبقاش داخل لمؤاخذة. الفيديو الجديد اللي سيكون عنوانه كورونا، النظافة من الإيمان. في المقطع ده بقى الأخ ربيع عايز يشكك في نظافة المسلمين، النظافة من الإيمان، مع انه سبحان الله يعني انا مش عارف هو صحة الحديث ده ايه بالظبط. يعني ما تيجي نسألوه. طبعا هذا حديث ضعيف وممكن تبحثوا عنه في جوجل، غير صحيح ومنسوب زورا لمحمد. الله، ما انت عندك نت وبتبحث حلوة اهو. ايوه الحديث ضعيف وضعيف جدا قوي، وفي منهم قال ليس بصحيح. شاطر يا ربيع، طب ما بتدورش على كل حاجة ليه يا ربيع؟ ولا انت بتدور على الحاجة اللي على هواك يا ربيع؟ يعني اتأكد من معلوماتك كده عشان ما حدش يضحك عليك. طبعا في هذا الفيديو سأتحدث عن شيء يعني صدعني به الكثير من المسلمين. انظروا البلدان الغربية، انظروا هذه الأمراض تأتينا من الغرب الكافر. الحمد لله المسلمون يتوضؤون 5 مرات في اليوم، مع أنهم هذه الأمراض هي جيانة من الصين ومن الغرب الكافر من أوروبا. ولاحظ أنه البلدان الإسلامية ما فيهاش حالات كثيرة، وحتى الأمراض اللي تكون فيها ما تكونش خطيرة، وكلام كبير جدا. طبعا صدعونا بأن النظافة واللحية وكل هذه الأمور موجودة في الإسلام، تقي من كورونا وتقي من أمراض كثيرة. الله، هكذا كل القصص تقريبا التي يرويها المسلمون. اليوم كورونا والنظافة من الإيمان، يعني واحد من الأحاديث اللي بيرددها كل مسلم هو النظافة من الإيمان. يعني انت ايه مشكلتك مع النظافة؟ مش انت قلت ان الحديث ضعيف ودخلت على جوجل ولقيته غير صحيح؟ ايه مشكلتك مع النظافة يعني؟ عشان ما بتستحماش يعني؟ احنا ذنبنا ايه؟ ما تستحماش يا عم. واحد من المواقع الكثيرة اللي ممكن تبحثوا عن هذا الحديث موقع الإمام ابن باز مثلا، النظافة من الإيمان، قال أن النظافة من الإيمان حديث ضعيف، معناه صحيح يقول، ما هو يريد أن يدافع عن معنى. طب هو أي معنى؟ إماطة الأذى عن الطريق، هو ده نظافة؟ إماطة الأذى عن الطريق هو النظافة؟ النظافة الشخصية بتاع البدن الإنسان، إيه علاقتها بالطريق؟ ما هو ممكن نشيل الأذى من الطريق، شوك مثلا أذى في الطريق. القذائف يخرجها الرجل من المسجد، هذه نظافة شخصية؟ إن الله جميل ويحب الجمال، طب فين النظافة الشخصية في الموضوع؟ لو قلنا أن الله جميل ويحب الجمال، فالجمال هو النظافة؟ أنا عارف كده فيه ناس بتتضايق جو لو قلت لها خش استحمي. يعني لا مؤاخذة، يعني لما يكون فيه حاجات قاذورات في الشارع، واحد زيك معدي مثلا كده، لو شلناه من الطريق مش ده من النظافة برضه؟ ولا أنت شايف إيه؟ ولا دي مش نظافة؟ نظافة ولا لا؟ وانت صغير لما كنت لا مؤاخذة يعني بتعمل حمام في الشارع، وتيجي لا مؤاخذة الست الفاضلة والدة حضرتك ربنا يديها الصحة ويخرب بيتك، تشيل لا مؤاخذة القاذورات بتاعتك، هل دي مش نظافة برضه ولا ايه؟ لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ. لاحظ انه لازم تتوضأ قبل ما تصلي، مش انه قبل ما تاكل، مش قبل انه يعني حتى تقيك من الامر، لا قبل ما تصلي. يعني المشكلة أنه طقسي وليس لحفظ الإنسان من الأمراض ومن الفيروسات. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو دراط. فساء أو دراط، يعني لما تدرط أو تفسي لازم تروح تتوضأ. ربيع زعلان إن الدين الإسلامي يحث على النظافة. أنا سمعت الكلام ده فين يا ربيع؟ تعال شوف. النظافة كمان أصبحت مأساة يا جماعة. من المحزن جدا إن كنايسنا تبقى التواليتات فيها مش نظيفة. يعني إيه؟ طب احنا بنقبلش كده في بيوتنا؟ ليه نقبل كده في كنايسنا؟ ده بيت ربنا، ده قبل بيوتنا. شفت يا ربيع؟
اسكت بقى يا ربيع، اسكت. منتصف الجبهة، في منتصف الجبهة والله. الله. سأقطع كل من عادى رسولي، وأبتر كل حبل للوصال، وأقليه وأبغضه جهارا رجاء للمثال.